أنا عبد الحكيم جميلة الشنقيطي، مدارس الخندق الأهلية. عندنا هذا الروبوت، هذا روبوت صغير يحاكي الروبوتات اللي تستخدم في المصانع. الآن أغلب المصانع تستخدم الروبوتات بدل عن الموظفين، لأنها أقل تكلفة وأقل جهد. برمجت هذا الروبوت باستخدام هذه اللغة، تستخدم الكتل في عربي وفي إنجليزي. أقدر أتحكم في سرعة المحركات الآن، وأقدر أتحرك أي أقدر أتحكم أي محرك أصلاً اللي يشتغل. الآن تقريباً هو قاعد يمشي بسرعة 40%، مبرمجينه على سرعة 40%، عشان لو برمجناه بشكل أسرع حيطلع عن المسار، فلازم نوزن السرعة مع المسار. وهو مهمته أصلاً يتبع الخط الأسود زي ما قلت، يحاكي الروبوتات اللي في المصانع، بحيث إنه مثلاً روبوت البضائع يمشي على الخط البنفسجي، خلاص زي كذا، خلاص خطه معروف ما يتعارض مع أي روبوت ثاني. هذا بالنسبة للمشروع الأول. المشروع الثاني اللي هو هذا تقريباً زي الدائرة الكهربائية. هذه اللمبة هي شغالة من يوم ما هذه الحديدتين يلمسوا بعض حتطفي. أها طفت زي أقدر هذول الحديدتين زي الزر بالنسبة لللمبة، أطفيها وأشغلها. أقدر الآن هذه يد، هنا في أزرار، هنا هذا زر وهذا زر. أقدر أبرمجها على إنها يد تشبه يد البلايستيشن بنفس اللغة، لغة أردوينو. أقدر أبرمج لعبة بحيث إنه أنا أحط الهدف والعوائق والجوائز وإيش راح يصير وإيش الهدف من اللعبة. أكون أنا برمجت اليد مع الشيء اللي يناسب اللعبة اللي أنا أصلاً سويتها. وهذا الروبوت الثالث، روبوت يحاكي استخدمنا فيه التروس. هذا مثال للروبوتات اللي ما يبغى لها برمجة، فقط تركب التروس. وهذا رافعة تقريبا، تقدر تقول رافعة، يرفع الأشياء الثقيلة عن الطريق ويرفع الأعلام وأي شيء، يعني هو رافعة. وفي نفس الوقت احنا دمجنا فكرتين مع بعض، تكون رافعة وتكون في نفس الوقت سيارة، بحيث انها ترفع الأشياء وتنقلها لأشياء ثانية. وهذه رافعة، وهو يتحرك يروح يمين يسار قدام كل مكان يروح. بس طيب الله يعطيك العافية، الله وشكرا لك.